مباراة منتظرة، اهتمام كبير من وسائل الإعلام، تركيز على نتيجة هذه المباراة، لحظات ورح تبدأ، ونتمنى بأن تكون على مستوى التوقعات والطموحات والأمال، وأن تكون ممتعة في عالم كرة القدم ومثيرة جدا. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن الآن على بعد لحظات من انطلاقة مباراة الإياب للدور نصف النهائي. كل المعطيات تشير إلى أننا بانتظار مباراة على أعلى مستوى. نجح الفريق الضيف في استغلال عامل الأرض والجمهور في مباراة الذهاب، واليوم يحضر إلى هذه المباراة لضمان التأهل، لكن مع هذه الأجواء وهذا الحضور اللي قد يساعد أصحاب الأرض على العودة، الأمور لن تكون سهلة بالتأكيد. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. كرت أصفر مبكر، سيكون لا مردودة على اللاعبين وليس فقط على اللاعب. اللاعبون الآن عرفوا كيف يتعاملوا مع حكم المباراة. يتوغل إلى الداخل. هدف في الافتتاح يأتي مبكراً، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. النتيجة الإجمالية هي التقدم بستة أهداف نظيفة. راح الاستحواذ. يا سلام على التمريرة. كمارا، يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع لها. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يدافع عن المرمى بكل ما يمتلك من قوة. الله على هذه الإمكانيات. هذه كيف ضاعت، كيف راحت هذه. عنده فرصة للتسجيل. كمارا، يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. الصمت يخيم على جماهير صاحب الأرض، أداء ضعيف من الفريق المحلي يفسد الأجواء الاحتفالية واللي كانت أيضا في المدرجات قبل المباراة. ألكسندر بريوفيتش، فريق الخصم بيخلص الكرة. يتقدم باتجاه المرمى، تدخل سليم والكرة بتتحول إلى ركنية. بيلعب الكرة الوسطى 18، إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. ضاعت الكرة. فرصة خطيرة هنا. أوه، رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى. تصدي رهيب من حارس المرمى. تدخل خاطئ، قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. حكم يرفع الكرت الأصفر بعد هذا التدخل. الكرة في مكان خطير، حارس المرمى يحتاج إلى ضبط الحائط البشري حقيقة. يا الله، حارس المرمى يتألق، يخرجها من فوق العارضة.
جاري رودريغيز. كرة بتلعب على القائم القريب. الدفاع يفضل ابعاد الكرة بعيدا عن المرمى. الكرة في مكان خطير. دفاع حديدي خلص الكرة ووقفوا الهجمة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. مر فيها، انطلق فيها، راح مرت بجوار المرمى. فرصة بتضيع. شوف الانطلاقة اللي كانت من الخلف، شوف التحرك المثالي، التمريرات، كل شيء في الهجمة المرتدة كان مثالي باستثناء النهاية. ضاعت الكرة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. الآن حلم الوصول للمباراة النهائية. ينطلق الشوط الثاني من هذه المواجهة الكبرى، نتمنى بأن يكون مليء بالإثارة والمتعة. فهد المولد، كريستيانو غوانكا. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. بشدة الكرة. ضاع الاستحواذ، البحث عن هجمة مرتدة. تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. بمبدأ الأمان خلص المدافع. نظرة ممتازة. يتقدم بالكرة. شوف إصراره على إضافة أهداف أخرى. الهاتريك كان قريب في اللقطة الماضية. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. الكرة في المرمى. فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الهدف مرة أخرى. بينية خطيرة لعبت بشكل سليم. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب. دقة كبيرة في التمرير. تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظة. حطها في المرمى. يا رب. الله على هذه الكرة. على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع. يا سلام يا سلام. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. كرة بتتخلص، بيكرها بشكل سليم. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. كرة عرضية في المنطقة.
الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. هذه فرصة هدف. الكرة كانت خطيرة لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. بيلعب للكرة الوسط 18. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. الحكم ما يحتسب الخطأ ويعطي تحت الفرصة في هذه الكرة. تدخل في توقيت مناسب، الله على استخلاص الكرة. كرة فيها خطورة. اوهو، الله على التسديدة، مرت الكرة الجانبية. فهد المولد. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. ولا فرصة لكرة مرتدة. يا لحيب، الله على التمريرة. الله 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 على الكرة، على التعامل، على الأناقة، على النهاية. يا عيني عليك، يا عيني عليك. لاعب كان في موقع التسلل، هدف يلغى بداية التسلل. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. 4 دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية. حلوة الكرة إلى الطرف. محاولة تنتهي، الدفاع استخلص الكرة. عند الكرة في مكان خطير. فواز القرني يتصدى. بعد أداء كبير في السيمي فاينل في الذهاب والإياب، أتى التأهل المستحق بعد ما شاهدناه منهم في الملعب. قدموا مباراتين رائعتين وتفوقوا على الخصم في مجموع اللقاءين وعلى الجمهور.